السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، تحية طيبة أحييكم في هذا النقل المباشر مباشرة هنا من مدينة فاس، وبالضبط بالملعب الكبير. سنتابع لقاء المهم عن هذا الجولة الأخيرة من بطولة هذا الموسم. يقود طاقم تحكيم هذه المقابلة بقيادة حكم حمزة الفاريق ياسين قبة وياسين الضاميري كمساعد أول وثاني سعيد وريد كحكم رابع. بالنسبة لغرفة الفار هناك هشام التمسمري ويحيى أنولي. يا سلام يا سلام، جماهير المغرب الفاسي تبدع تبدع من خلال هذه المقابلة، من خلال رفع تيمو جميل يؤكد عراقة مدينة فاس، يؤكد تاريخ فاس، يؤكد روح فاس، وبالتالي فاس العريقة، فاس الكبيرة، فاس رجالات فاس بطبيعة الحال، كيف ولا والكل في فاس. إذن لحظات وستكون الانطلاقة لهذا المباراة الكبيرة. أبت جماهير المغرب الفاسي إلا أن تبدع مرة أخرى ولتؤكد بأنه مدينة فاس لا يمكن أن تشكل استثناء سوى أن تنخرط في هذا الجو الذي يؤكد بأنه المغرب بلد الرياضة وجمهور الرياضة. إذن بوشعيب باركي لاعب في هذا الميدان، لاعب في ملعب الحسن الثاني، والآن من دكة الاحتياط. إذن على بركة الله أعطيت الانطلاقة جماهير فريق المغرب الفاسي التي حضرت بغزارة، أقول حضرت بغزارة للميدان من أجل أن يكون ختامه مسك. لوردي جبيرة الناهري مذكور قومة وهي غيابات وزنة. تابعوا الآن هذه محاولة فريق المغرب الفاسي، هذه كانت محاولة جميلة. سيف الدين بوهرة ربما غتكون آخر مباراة لسيف الدين بوهرة لأنه انتهت الإعارة لفريق المغرب الفاسي. تابعوا الآن هذه التسديدة، والمتابعة كانت جيدة للحارس غايا. تبريرة من خلال هذه اللحظات ومحاولة تسديد، ولكن إلى ضربة مرمى. نتابعوا الآن هذه المحاولة، وتسديدة تمر جانبا شيئا ما كانتش مركزة. ضربة خطا، محسن متولي كترفع كرة، محاولة خطيرة والهدف، هدف لصالح فريق الرجاء الرياضي. إذن فريق الرجاء الرياضي يسجل الهدف، يمكن نقول بأنه ضد مجرى اللاعب. أنصار فريق المغرب الفاسي يعني تفاجئوا بهذا ردة الفعل، قلتها بأنه ضربة خطأ من مكان خطير ودائما احتجاج على الهدف. غنتابعوا الآن محسن متولي رفع الكرة، ومحاولة كانت الإبعاد، و أعتقد بأنه لاعب الهبطي وليسجل. دم سنتابع، أعتقد لاعب بن جديدة ده الخطيبي، إذن يسجل الهدف، وبالتالي أكيد الآن هذا الهدف يدخل غرفة الفار. كان ممكن نشاهد الإعادة مرة أخرى من أجل توضيح الصورة بشكل أكبر. إذن أكيد بأنه غادي تكون حديث، هل كاين هناك لمسة يد أم لا. إذن تابعوا الآن محسن متولي كينفذ الخطأ، كيرفع الكرة. هذه اللحظة، هذه اللحظة اللي الآن كيحتج عليها لاعبي فريق المغرب الفاسي، هل كانت هناك لمسة يد وكيف سيح كرة سيف الدين بحرة من خلال هذه المحاولة كتتمرر. هذه محاولة ضربة رأسية وضربة جزاء، ضربة جزاء. أي 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 أي، ضربة جزاء. يقول الحكم حمزة الفارق، غنتابعوا الإعادة من خلال هذه المحاولة. يسير الدهبي، سنتابع هنا، تابعوا اللقطة. الحكم كان في اتجاه مباشر وأعلن عن ضربة جزاء، لكن أكيد للإنصاف سيعود للقطة الفيديو.
تابعوا يسير الذهبي هنا كتبان كأنها في الصدر في اتجاه المباشر، لكن أكيد الحكم كيطلب. أنا صعيب كما قلنا بأنه نحد مجرد هذه الرؤية، ولكن الحكم غيكون عنده رؤية صائبة بعد العودة للقطة الفيديو بحكم اختصاص. ما كاينش ضربة جزاء بالفعل، ما كاينش ضربة جزاء لأنه كما قلت ما كانتش واضحة. محاولة يبحث عن التوغل، المحاولة الآن في اتجاه ياسين الذهبي، ما كاينش ولا كتصل، كرفع كرة ولكن بعيد على لاعب بن عاشي اللي أحسن ما يدير وأنه يتمكن من الكرة، يبحث عن التمرير، كيرفع كرة ممتاز جايا. جميلة ولا أروع، التدخل كان ممتاز للحارس مربح جايا أمام اللاعب ياسين الذهبي. يمكن نقول بأنه ما قصرش وسدد بقوة، تدخل جايا ولكن في المحاولة الثانية بالمعاشي. الآن شنو غادي يعمل؟ كيرفع كرة بمصير، الآن يبحث يزداد ولكن سهلة. الهدف يبدو قريب بمجرد لمسة، لكن الحماس ديال الجماهير كيخلي بأن المباراة فيها إثارة وتشويق. مشاهدينا الكرام، أولى ممتازة وعرض قوي من الطرفين، الفريقان واللاعبين بللا القميص بكل ما تحمل الكلمة. غادي نتابعوا هاد المباراة وغادي نترقبوا كيفما ستكون الأجواء اليوم وغدا، والكل كيعرف بطبيعة الحال بأنه الصراع غادي يكون كبير. رجع كرة الوراء، تسديدة كانت ممتازة من خلال هذه المحاولة حمزة الجناتي، تسديدة كانت ممتازة ولقطة جميلة بطبيعة الحال، وتدخل كان جيد لحارس جايا حمزة جنتي، سددها في الزاوية البعيدة وسط الميدان. عمارة لبادي بانجا، تمرير في اتجاه سكحان، ممتاز اللاعب سكحان من خلال المحاولة الأخيرة، وبالتالي محاولة حقيقية لتسجيل لفريق الرجاء الرياضي. وتدخل أيمن مجيد، بناء كان هجومي. سنتابع الآن ضربة خطأ ولكن كانت سهلة للحارس أيمن مجيد. 3 دقائق كوقت بدل ضائع، وفاد لحظات الحكم حمزة فارق يوني هذا النزال بالتعادل السلبي.